عدنا من جديد أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد بفقرة مميزة ولها علاقة حتى بعملنا وبطبيعة شغلنا. هي هواية ومهنة جميلة جدا وممكن تكون موهبة. نتحدث عن التصوير الفوتوغرافي، والآن في تجربة رائعة جدا بنكهة سعودية. نتحدث عن ضوء سعودي، معرض للصور السعودية تم إقامته بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير الفوتوغرافي، وفي ضيوف كرام من الشقيقة المملكة العربية السعودية. منرحب فيكم ببيتكم الثاني بالمملكة الأردنية الهاشمية، أكيد نفرح سويلمي وأيضا بندر العنزي. أهلا وسهلا فيكم. حياك الله، احنا سعداء جدا في تواجدنا في الأردن بلدنا الثاني. أهلا وسهلا فيكم. ويعني احنا كمان الفقرة الآن يعني المرتبطة بشكل أو بآخر بالفقرة السابقة يعني عن مؤلف يعني بيعتمد على الصورة وبيحكي كيف كانت عمان زمان وبعض المناطق والمعالم الشهيرة بعمان بالصور. فأهمية الصور، يعني كونفوشيوس بيقول الصورة تعادل ألف كلمة. صحيح، الصورة توصل رسالة مباشرة للمتلقي. احنا في زمن الصور، يعني هلا صار حتى اي شخص المواطن الصحفي بيصور وبينزل على الفيسبوك وبتيجي التعليقات يعني. صحيح. فنحكي شوي بس عن مشاركتكم بهذا المعرض، معرض ضوء سعودي في الاردن. اصبح على المشاهدين الكرام. طبعا فكره الضوء السعودي انطلقت من تعاون بين الجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون بمنطقه الشماليه والجمعية الأردنية للتصوير الضوئي. صار تنسيق مباشر مع الأستاذ عدنان أبو الحاج، المخرج عدنان أبو الحاج نعم. عضو الجمعية الأردنية، خاصة كوني أنا والأستاذ بندر أعضاء في الجمعية الأردنية للتصوير الضوئي والجمعية العربية السعودية للثقافة. نعم. فهذا سهل المهمة التواصل المباشر مع الجمعية للتنظيم المعرض. طبعا معرض سعودي، حبينا نوصل فكرة عن المملكة العربية السعودية وتنوع تضاريسها وتنوع موروثها والموروث الثقافي والزي السعودي بشكل عام. معرض السعودي، طبعا في المعرض 75 لوحة فوتوغرافية شاركنا فيها. طبعا تنوعت محاور الصورة ل 63 مصور فوتوغرافي. كان المشاركات يعني عديدة، لكن تعرف الحين تفرز الأعمال يحتاج لجنة متخصصة لإبراز الصورة الصحيحة اللي تمثل المملكة العربية السعودية وتبرز المصور السعودي بشكل عام. بندر، كأول تجربة لصور خاصة بالشقيقة المملكة العربية السعودية هنا بالأردن وهذا المعرض الخاص، كيف ترى هذه التجربة؟ كونه أنت بتعرض الآن مثل ما تحدث مفرح أنه خلينا نقول خصوصية المملكة العربية السعودية، تضاريسها، ممكن بعض الزوايا، العدسة بجوز خير دليل، وهي أكثر من تتحدث أكثر من الكلام يعني. أكيد راح نشوف يعني الآن تباعا يعني بعض الصور وممكن فيديو بسيط للمعرض اللي المشترك خلينا نقول، لكن سعودي بحث، نتحدث عن هذه التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء سعيدين طبعا تواجدنا معكم في البرنامج. ثاني شيء بالنسبة للمشارك، بما أنها أول مشاركة لنا بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير، يعني صراحة كانت مشرفة. يعني كان فيه إقبال وكان فيه لمسنا شيء جميل. يعني نسعى إن شاء الله بإذن الله في كون سنوات قادمة راح نشارك بأكثر من معرض يعني. فخطوة جميلة، لقينا تعاون جميل، والصراحة متشجعين جدا بأن نتواصل في السنوات الجاية برضو ونكمل معارض في السنة الجاية. كيف كان الحضور؟ كيف كان احنا الآن بنشوف بعض الصور من المعرض أو ردود فعل اللي حضروا المعرض؟ بالعكس الحمد لله كان له صدى واسع، بما برضو كان الجو ترى كان في عاصفة ترابية والحمد لله لا كنا داخل المعرض موجودين، بس الحمد لله كان في حضور مشرف صراحة. يعني الان يعني في صور هذا جانب من المعرض طبعا. وكلها صور سعوديه وفي السعوديه، كلها ملتقطه في السعوديه. احنا طبعا المصور ابن البيئه. شو حبيتوا تحكوا عن السعوديه بالصور؟ جماليه المكان، جماليه الانسان، جماليه الفضاء الشاسع في السعوديه. طبعا المملكه متعدده الضريس يعني، صحيح. فحاولنا انه يكون في تنوع من جميع مناطق المملكه للمشاركه،
بحيث نوصل رسالة واضحة عن البيئة السعودية و للمصور السعودي اساسا. ولمسة المصور السعودي ما في شك. ونظرته وعدسته وعينه اين تقع، يعني برضه هاي نقطة مهمة، انه انا كمصور وين عيني بتروح؟ شو بلفت نظري لما نتحدث انه بنكهة سعودية، وخاصة تحديدا يعني مثل ما تفضلتك توصل رسالة انه هذه هي المملكة العربية السعودية بجميع تضاريسها، مكوناتها، جمالياتها، زواياها، ليس فقط انه والله منطقة رملية صحراوية كذا، لا، في جماليات رائعة جدا. اشكركم على ابداعاتكم. مفرح وبندر، هاي صور خاصة فقط بمفرح وبندر ولا في زملاء؟ لا لا، طبعا احنا بعد ما صار التنسيق ترتيب عملنا دعوة للمصورين السعوديين للمشاركة في المعرض، وأهمية كونه يكون في العاصمة الأردنية عمان. جت المشاركات من جميع مناطق المملكة، طبعا اخترنا لكل مصور صورة واحدة علشان يعني العدد كبير، لكن العدد كبير. 75 لوحة فوتوغرافية في معرض، يعني أعتقد أنه عدد كبير جدا يعني. لا، من الصور مش البندر و يعني لا في مشاركين سعوديين، مشاركين مصور. قد ايه عدد المشاركين؟ عدد 63 مصور فوتوغرافي، طبعا مصور ومصوره، طبعا 63 مصور قدموا 75 صور. 75 عمل في بعض، تقريبا كل واحد صوره، صوره تقريبا صوره في بعض، وفي في اعمال يعني في بعض المصورين قدم عملين لجوده العمل لرساله توصيل رساله معينه، بس ما دخلوا مسابقه. لا لا، هذا مشاركه معرض فقط، بس معرض يعني. نعم، مش مسابقة. بس شاركتوا قبل بمسابقات للصور؟ إيه شاركنا، وتعرف في المسابقات أحيانا يكون فيها، أنا حصلت على أحد الجوائز، الجائزة مركز ثاني في أحد المسابقات المحلية. وتعرفي طبيعة المسابقات لها جوها، جو معين يعني، جوها ومنافسينها ويعني خطوة. أنتم من أمتى أنا والله مهنة التصوير هي عندكم مهنة أو هواية؟ لا لا لا، هوايه هي مجرد. انا بالاساس فنان تشكيلي، فهذا اللي ساعدني انه لست ببعيد. لا، في التكوين والامور هذه مرتبطه من بعض، فسهلت لي اني احمل الكاميرا. وبندر، انا بالنسبه لي هاوي تصوير طبعا. شو بتشتغل؟ انا قبل فتره قريبه مخلص بكالوريوس هندسه مدنيه، مهندس لسه يعني، مهندس حديث التخرج. بالتوفيق ان شاء الله. بس هوايه تحترم ومهنه تحترم، وفيها نظره وفيها جماليه. في اعمال قادمه لكم، اعمال مشتركه ما بين الجمعيه الاردنيه للتصوير الفوتوغرافي، ممكن ننقل التجربه خلينا نقول الاردنيه بالمملكه العربيه السعوديه، ويكون في مشاركه اردنيه صور لها علاقه بالمملكه، بعمان، بالمحافظات. هذا اللي نسعى له احنا الان في الخطوه الجايه، ان شاء الله يكون في يعني استضافة للمصورين الأردنيين من قبل الجمعية الأردنية للتصوير الضوئي، نعمل لهم دعوة ونستضيفهم عندنا إن شاء الله. احنا متأملين نستمر في التعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير الضوئي. كذلك عندنا فكرة انه نقيم معرض عمان في عيون سعودية، بس هذا تحت الدراسة الآن، وفي صدد إن شاء الله انه نبلش فيه بس في الأيام القادمة. اسم جميل، وأنا متأكد الآن إذا أي من المعنيين بسمعك تحديدا بالعاصمة الحبيبة عمان وبأمانة عمان، والله عمان في عيون السعوديين الآن تلقف الموضوع والتقط الإشارة، وأكيد راح يكون في تواصل والله مباشر من خلال. يسعدنا الشيء هذا بالعكس يعني. طب شو بتحكوا لنا عن عمان بعيونكم؟ أكم مرة أول إشي زرتوا عمان؟ والله أنا بحكم أني قرب المنطقة الحدود الشمالية قريبة من عمان، يعني متردد سنويا بكثرة يعني على عمان. يعني مش مرة أو مرتين أو ثلاثة بقول يعني، بالكثير. عمان طبعا عمان تاريخ، عراقة، أصالة. لو صحنا يعني ناخذ الكاميرا ونتجول في عمان، نخرج بأعمال جميلة. حياة الشارع رائعة جدا في عمان، جميل، رائعة جدا يعني، وتوصل رسالة للجميع يعني. ونتمنى أنه يكون في تعاون يعني وتسهيل مهمة من الأمانة أو كذا، أننا أو الجهات الرسمية أننا نأخذ حريتنا في التصوير في عمان بعيون إحنا السعوديين كمصور. طبعا ابن البلد عارف، لكن يجيك الضيف يشدوا بعض الزوايا، بعض الأماكن، بعض المواضيع، له رؤية خاصة فيها. صحيح.
يعني احنا نشكركم لوجودكم معنا اليوم، لانكم يعطيكم الف عافيه على المعرض اللي شاركتوا فيه، واحنا سعداء جدا بوجودكم، ونتمنى انه نحضر معرض عمان في عيون السعوديين قريبا. ان شاء الله. فرح الحميدي وبندر العنزي، شكرا لوجودكم معنا. وفي الاداء الان، الاداء لبرنامج يوم جديد، طبعا هذه الصوره اذا زملائنا ناخذ زوم عليها، اهداء من مفرح وبندر لبرنامج يوم جديد. انا نشكركم على هذا، تستاهلون وفعلا شرفنا وفرصه سعيده والله. الجزء الاردني ومقدمين البرنامج، وسعدنا في لقاء. اهلا وسهلا. الى الامام. يعطيكم العافيه. الى الامام. شكرا.